أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية التي في مستهلها موجز لأهم الأنباء. طالب عدد من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس المجلس الرئاسي بإصدار قرارات حازمة لتجميد عمل كل الأجسام الحالية وتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية في أسرع وقت. وجاء ذلك في جلسة حوارية مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني لمناقشة المخارج الممكنة اللازمة للأزمة الليبية وتسريع مسارات المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات، حيث أكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة وطلبوا الاستفادة من تجارب بعض الدول بالخصوص. قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بزيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية بمدينة الخمس. وكان في استقبال رئيس الأركان العامة أمير قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين وضباط وضابطات القوة والقوات الاحتياطية وعدد من ضباط الجيش الليبي. وشملت الزيارة التي تخللتها عروض تدريبية حية لعمليات الإنزال والاقتحامات وتنفيذ عدد من المشاريع التي تدرب عليها منتسبو القوة خلال الفترة الماضية، جولة لغرفة العمليات الأمنية والاستخباراتية وغرفة اللاسلك والتحكم والعيادة المركزية ومركز التدريب وعدد من المقار الإدارية والأقسام بالقوة، وذلك وفق ما صرح به مدير المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب الحسن بكير لقناة التناصح. أصدر مجلس نواب طبرق قرارين منفصلين يقضيان بإسقاط عضوية 9 نواب وقبول استقالة 4 آخرين. وتضمن قرار إسقاط عضوية كل من فايز السراج وفتحي بشاغة وعلي القطراني ومحمد لينو وزياد غيم وصالح حمى وعبد المطلب ثابت وأبو بكر سعيد وعبد الغني الفطيسي، فيما تضمن قرار قبول الاستقالة عبد الله اللافي وحميد حومة وعلي السعيد وخالد الأسطى. من جهته قال المتحدث باسم نواب طبرق عبد الله بليحق إن قرارات مجلس النواب بإسقاط عضوية عدد من النواب جاءت بعدما صوت المجلس في الجلسة التي عقدت في بنغازي منتصف سبتمبر الماضي بإعفاء النواب الذين تولوا مناصب في الدولة وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالتهم. طالب 32 عضوا من مجلس نواب طبرق الممثلون عن إقليم برقة طالبوا عقيل صالح بعرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة خاصة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة. وقد جاء هذا المقترح بعد مطالبات عدة من فئات واسعة بالعودة للفيدرالية والعمل بها بحجة أن أموال برقة تنهب وتبدد من قبل المسؤولين الفاسدين. نناقش في هذه الحلقة مشاهدينا عودة دعاة الفيدرالية في المنطقة الشرقية بعد تهميشهم من قبل من دعموه وأيدوه مجرم الحرب حفتر، وكذلك طرح فكرة العمل بدستور 51 في مجلس النواب والتي اعتبرها البعض استجابة للمطالبين بالفيدرالية. وهل يصلح دستور 51 للعمل به الآن مع متغيرات ومستجدات الوضع في البلاد في 2022؟
هذه الأسئلة مشاهدينا وغيرها نطرحها على ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. شديد المركزية ومنتهي الصلاحية بجميع المقاييس، هكذا علق أحد أعضاء هيئة مشروع الدستور عندما قدم مجموعة من نواب طبرق مقترح العودة إلى دستور 51 والعمل به وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان، معللين ذلك بأنه يمكن أن يساهم في تحريك المياه السياسية الراكدة ويتوافق عليه شريحة واسعة من الليبيين. وجاء ذلك في رسالة إلى عقيلة مرفقة بتوقيع 32 نائبا طالبوا بعرض الدستور في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة. وجاء هذا المقترح بعد مطالبات عدة من فئات واسعة بالعودة للفيدرالية والعمل بها، بحجة أن أموال برقة تنهب وتبدد من قبل المسؤولين الفاسدين. ليواجه هذا الطرح موجة عاتية من الانتقادات، أولها عضو هيئة الدستور نادية عمران التي قالت إن النظام الاتحادي غير المعدل شديد المركزية ومنتهي الصلاحية بجميع المقاييس. ولو كانت حجة المطالبين بعودته هي البحث عن الحقوق لكان الأولى بهم تأييد مشروع الدستور الضامن الوحيد للحقوق. لتتوالى ردود الفعل المستجيبة لهذا المقترح بمعلومات عن تحضيرات لعقد مؤتمر بالمنطقة الشرقية أوائل أكتوبر للمطالبة بالنظام الفيدرالي. وهناك من أبدى رأيه حول مبادرة مجموعة من نواب طبرق حول فكرة النظام الاتحادي المعمول به في دستور 51 غير المعدل بأنها غير جدية وغرضها عرقلة وزيادة تأزيم المشهد، بالإضافة إلى أنهم لا يملكون أي قرار مقابل حفتر الذي يملك كل شيء في برقة. وبحسب محللين فإن العودة إلى دستور 51 والنظام الملكي تحتاج إلى الاستفتاء عليها من قبل الليبيين وأن تجرى انتخابات برلمانية تنتج برلمانا يؤيد العودة إلى دستور المملكة والمصادقة عليه. وللحديث حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيوفي. ضيفي من اسطنبول عبر سكايب الخبير القانوني المهدي كشبور، ومعي من لندن عبر سكايب المحلل السياسي والكاتب أحمد معيوف، ومعي عبر الهاتف عضو مجلس النواب عمار الأبلق. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. أبدأ بك سيد المهدي كشبور، وأنت الخبير القانوني. الآن النداءات المتكررة لعودة النظام الفيدرالي بهذه الطريقة ربما لاقت استجابة من قبل مجلس النواب، من المتوقع أن تكون هناك جلسة يوم الغد لمناقشة هذا الطرح الذي طرح من قبل 32 عضوا الذين علقوا وقالوا أن هذا الدستور وهذا الطرح هو شديد المركزية ومنتهي الصلاحية، كيف تعلق أنت؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. أهلا بك. الحقيقة هذه الدعوة أولا شابها العديد من الملاحظات. أولا مجلس النواب هو جسم تشريعي وليس جسم تأسيسي، منذ بداية هذه الثورة وضع إعلان دستوري فصل السلطة التأسيسية ووضعها في يد الهيئة التأسيسية، أما المهمة التشريعية فأوكلت إلى المجلس الانتقالي وحل من بعده المؤتمر الوطني ومن ثم حل من بعده مجلس النواب ومجلس الدولة. وبالتالي مسألة مناقشة شكل الدولة ونظام الحكم المستقبلي هو يخرج من اختصاص مجلس النواب ويدخل في اختصاص الهيئة التأسيسية، ولا يملك مجلس النواب أن يفتح هذا الملف من تلقاء نفسه إلا عبر تعديل دستوري، وأن يكون هذا التعديل الدستوري في شكله الصحيح وليس كما جرى في التعديل الدستوري الثاني عشر
التعديل الباطل الذي صدر عن مجلس النواب، وبالتالي لا يملك مجلس النواب أصلا مناقشة هذا الأمر ما لم يحدث تعديل دستوري صحيح في جلسة صحيحة النصاب بنصاب صحيح بتوافق مع مجلس الدولة طبقا لما جاء في اتفاق الصخيرات المكمل للإعلان الدستوري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، العودة إلى دستور 51، إذا ما افترضنا جدلا أن مجلس النواب يملك ذلك، فإن كان يريد العودة إلى دستور 51 فلا يملك أن يشترط استبعاد التعديل الذي صدر عام 63، باعتبار أن تعديل الدستور 51 هو وحدة واحدة مضافا إليه تعديله، ولا يملك مجلس النواب تعديله من تلقاء نفسه، بل هذا حق أصيل للشعب الليبي يستفتى عليه ومن ثم يقرر ما يريد، أو كما جرى في الهيئة التأسيسية انتخبت من قبل الشعب الليبي وفوضت من قبل الشعب الليبي لتختار دستور ليبيا المستقبلي، إن كان بالعودة إلى دستور 51 أو دستور 51 المعدل، أو تجنب ذلك وطرح مشروع دستور جديد كما حدث مع الهيئة التأسيسية في طرح مشروع الدستور، وليس لدى مجلس النواب إلا أن يعني يفعل قانون الاستفتاء مسودة الدستور ويزيل ما جاء فيه من ملاحظات ويطرح هذه المسودة للشعب الليبي ليقول كلمتها فيه بنعم أو لا، ولكن العودة أو استبعاد هذا أو ذلك هذا ليس من صلاحيتي أصلا. نعود إلى جوهر دستور 51 وما إذا كان يخدم هذه المرحلة أو لا يخدمها. الحقيقة عندما نتحدث عن الدستور هناك أبواب متعلقة بالحقوق والحريات، أبواب أخرى متعلقة بالسلطة القضائية، وباب متعلق بشكل الدولة ونظام الحكم. مشكلتنا الحقيقية هي في شكل الدولة ونظام الحكم. إذا من يريد بالعودة إلى الدستور 51 هو يريد العودة إليه ومن ثم يعبث فيه ويغير فيه. إذا سنعود إلى ذات المشكلة ونعود نكرر ذات الإشكاليات. من ناحية الأبواب الأخرى سواء كان في باب السلطة القضائية أو باب الحقوق والحريات، الحقيقة الواقع عكس ما يسوق له من أن الدستور 51 هو دستور مثالي وهو دستور رائع وغير ذلك، على العكس من ذلك هو دستور للأسف في وقتنا الحالي هو متخلف كثيرا، وربما حتى الإعلان الدستوري احتوى على في باب الحقوق والحريات على ضمانات أكبر من تلك التي ضمنها دستور 51، وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يصلح حتى في وقتنا الحالي لحل المشكلة. أيضا أزيد على ذلك الباب نظام الحكم وشكل الدولة، إذا نتحدث عن عودة النظام الملكي وعودة الملك. الملك توفى، من حل بعده ولي عهده ومن ثم ابنه كما يسوق له. الحقيقة أن هناك مشكلة قانونية، لأن من ينصب الملك هو مجلس النواب المنتخب طبقا لدستور 51 وليس مجلس النواب الحالي، وبالتالي نحتاج إلى العودة إلى انتخاب مجلس النواب طبقا لدستور 51 وانتخاب دستور انتخاب مجلس النواب طبقا لدستور 51. نحتاج إلى أمر ملكي وهذا ما لا يمكن، وبالتالي ندخل في دائرة من يأتي أولا، البيضة أم الدجاجة، ولن نصل إلى حل. طيب. على العكس هذا ما طرح هو مشكلة أكثر مما هو حل. طيب سيد المهدي، ربما نقاط مهمة سنفرد لها مساحة أكبر للنقاش، دعني أتحول للسيد أحمد معيوف. سيد معيوف، وأنت تحدثنا من لندن، يعني الآن هذه من ناحية قانونية تحدث عنها السيد مهدي كشبور، وناحية دستورية أيضا يتعلق دستور 51 والنظام الفيدرالي في ذلك الوقت، لكن من الناحية السياسية الآن هناك من يتخوف من أن من طالبوا ودعوا إلى دستور 51 والفيدرالية سيقعون في شرك حفتر الذي يريد أن يسيطر على جميع أجزاء ليبيا ولن يرق له أن تتقسم ليبيا إلى أقاليم. حدثنا عن تفاصيل هذه الفكرة سيد أحمد. تحياتي لكم معتصم وللضيوف الكرام وللمشاهدين.
ولك التحية هو طبعا السيد من اسطنبول اعتقد افاض في شرح قانونيه سيد مهدي كشمون. السيد مهدي كشمون. فالحقيقه يعني مجرد طرح الامر هذا في مجلس النواب الان يعتبر نوع من العبثه وعدم فهم للدور المجلس التشريعي. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هو تناسي لموضوع مهم جدا وهو لجنه صياغه مشروع الدستور. فاللجنه الحقيقه هي اللجنه الوحيده الان في ليبيا اللي تملك شرعيه وطنيه، باقي الاجسام كلها طبعا ناتجه عن الاتفاقات اللي تمت في وقت الامم المتحده ودول العالم المختلفه. وبالتالي الحقيقه ارى ان سلطه لجنه مشروع الدستور هي فوق المؤسسات الدولة القائمة الآن بصورة عامة. بالنسبة لسؤالك، الحقيقة في تقديري أو في ما سمعت أن حفصر لا يسعى إلى تجزية ليبيا، وبالتالي سيصطدم مشروع الفيدرالية مع توجهات ورغبة حفصر. هذا أمر تقريبا كثير من الناس يتكلموا عليه ويعتبروا بأن حفصر قد يكون كفيل لعدم تفكك الدولة إلى أقاليم. لكن لو جينا لفكرة المشروع الفيدرالية، يعني بغض النظر هل هي جيدة أو لا، يعني الحقيقة هذا سؤال يحتاج إلى الحديث باستفاضة فيه. ولكن الاعتراض الذي يأتي من ناحية من هو الذي يطالب بالفيدرالية، هل هي نخبة فئوية تعيش في الشرق أم هو الشعب؟ لأن مواضيع زي هذه الحقيقة لا يفتي فيها الأشخاص، ما يقدرش نقول أن الشعب الليبي يريد والشعب الليبي لا يريد، وإنما الذي يحدد بالفعل ماذا يريد الناس هو الاستفتاء. فحتى إن كانوا صادقين في الموضوع هذا لا يجب أن يترك للنخبة، يجب أن يقوم عليه استفتاء، والاستفتاءات الحقيقة هي التي تبين ما يريد الناس. وفي أمثلة كثيرة جدا، احنا شفنا في بريطانيا، في اسكتلندا حاولت تنفصل عن المملكة والاستفتاء لم يحقق لها هذا المكسب. فالقضية الحقيقة ليست من حق من حق ليست من صلاحيات وليست من مسؤوليات البرلمان حتى يقوم بطرح هذا الأمر أو المطالبة به. نعم. طيب ابقى معي سيد أحمد معيوف، معي عبر الهاتف أيضا عضو مجلس النواب السيد عمار الأبلق. سيد عمار، دعنا نجري هذه المقارنة بشكل سريع وعاجل. في السابق كانت دعاة الفيدرالية يجابهون برفض كبير جدا، اليوم نجد أن هناك كتلة تشكلت داخل البرلمان وأيدت شعبيا، وأيضا هناك تأييد في المنطقة الغربية والجنوبية للعودة إلى دستور 51. ما الذي يجري سيد عمار؟ أهلا وسهلا بك بضيوف الكرام. اعتقد ان كثر الاجسام في البلاد من المأزق السياسي حقيقه، ثم ايضا نحن الان هناك هيئه لصياغه مشروع الدستور اعدت مشروع دستور الان مطالبه موضوعه امام المجلس الى الاستفتاء، ولكن كل اجسام ونتيجه الاضطراب والتشظي السياسي وايضا ترك والموجوده في تراث الاقتناع بالمال العام وتقارير اتزان المحاسبه تشن جزء مما يحدث اروقه الحكم السابقه. اعتقد بان هناك دعوات لا يجب انكارها تدعو الى اعاده العمل بالنظام الاتحادي. كما نقول النظام ان هذه الدوله مركبه وليست دوله. النظام الاتحادي ربما اصلا هذا الامر يحتاج الى باب نظام الحكم، هو سيكون هذا النظام هو نظام رئاسي في الاتحاديه ام ضروره عوده من جديد؟ ما هي صلاحيات القادم او الملك القادم ان تمت العوده للملك الجديد؟ هذه الامور دقيق جدا. وما اثار يوسف فإن أي قطار دستوري يحتاج إلى استشهاد شعبي حقيقي. هناك مسود دستور الآن معروضة أمام تحتاج إلى استشهاد عليها ولا يمكن تأخذها أو إهمالها. وربما الليبيين يستطيعون أن يقولوا استشهادهم بلا هذه المسودة
ويدعمون المسار الآخر اللي هو بناء الدولة على أساس هذه، وربما لكي نعود إلى وضع ما قبل 63. أعتقد بأن الأطراف الليبية الحالية وخاصة المسألة الجاهزة الواقع الحالي لمناقشة هذه الطبوهات، أنا أعتقد وأرى بأنه يجب مناقشة الأشياء المتعلقة بمستقبل الدولة الليبية الشفافية والتطوير مراكز البحوث وأيضا الجامعات والمصر وغيرها وقنوات الإعلام أن تفتح هذا المجال للصراح للجميع أن يتحدث على الدولة الليبية بعد 10 سنوات. قابل فبراير 2011 لم نستطع الوصول إلى الدور دائم للفتاة، بل أن هناك سياسي حقيقي لا يستطيع خروج البلاد قبل فئة متحكمة وهي نواب ومجلس الدولة. أعتقد بأن الأمر يحتاج إلى نوع من التريث وليس مجابهته أو رفضه أو غيرها، ولكن كما قلت لك كما قال ضيوفه الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي ومناقشة مجتمعية، ثم بعد ذلك نطرح الاستفتاء إذا كان أراد الأمر الاتحادي دولة اتحادية. أهم نعرف بأن الإمارات دولة اتحادية بالإمام لدولة اتحادية، الولايات المتحدة دولة اتحادية، الإمام لدولة اتحادية، كندا دولة اتحادية، هذه كلها دول اتحادية. ليبيا أيضا كانت قبل 63 دولة اتحادية، وهي دولة ذات سيادة. ما يتعلق بالسعي السيادي هو سعي مركزي، ولكن فيما يتعلق بالسلطات المحلية وقطاع الخدمات فهو يكون في أقاليم أو أفضات أو غيره. نحن نحتاج إلى عدم ربط الفكرة بيد الأمر عندما تطرح في الشأن العام وما يتعلق بهذا الأمر، لكن كما قلت لك بأن مادة الدستور التي تنتظر الآن يجب أيضا عرضها، ربما تكون يكون الاستفتاء على شكل نظام الحكم وايضا النظام الاتحادي او النظام الدوله البسيطه ربما يتم عرضه عدد استفتاء على مستوى ربما تسقط السعوديه اجراء هذا الاستفتاء. طيب تكون هناك لدينا عده خيارات في هذا. نعم. طيب سيد المهدي كشبور، اولى ردود الفعل التي ظهرت بعد هذا الطرح الذي طرح في مجلس النواب، ربما في جلسة الغد مجلس نواب طبرق سيناقش قضية 32 عضو، قضية الدستور 51، أولى ردود الفعل كانت أن الأولى بهؤلاء المطالبين بدستور 51 تأييد مشروع الدستور الذي صدر في 2017 وهو الضامن الوحيد للحقوق وهو المتماشي مع العصر الذي نحن فيه الآن بعد قرابة 70 عام أو أكثر من ذلك، كيف تعلق؟ شوف الأمر ليس من باب الأولوية، الأولى أن يقوم مجلس النواب بمناقشة هذا أو ذاك، بل هو واجب على مجلس النواب حسب الإعلان الدستوري، واجب على مجلس النواب أن يصدر تشريعات تسهل عملية الاستفتاء على مسودة الدستور. وقد أصدر مجلس النواب في عام 21 تقريبا أو عام 2020 أصدر قانون للاستفتاء على مسودة الدستور وأحدث عليه تعديل في وقت لاحق، ولكن هذا القانون كان يعني وضع أصلا لعرقلة عملية الاستفتاء، وضعت فيه شروط تعرقل عملية الاستفتاء وقتلها في مهدها، وبالتالي هو الواجب عليه والتزامه الأساسي هو الإجراء عملية الاستفتاء على مسودة الدستور، لا أن يناقش خيارات أخرى. ليس من صلاحياته أصلا أن يناقش خيارات أخرى إلا في حالة واحدة، إذا ما قام بإصدار تعديل دستوري وأن يكون هذا التعديل الدستوري صحيحا وليس معيبا كتعديل دستوري 12 أو كل التعديلات الدستورية التي صدرت عن مجلس النواب كانت معيبة. هذا من ناحية قانونية.
ايضا من ناحيه يعني حقوقيه، فمساله الدستور هي من حق الشعب الليبي، ومن حق الشعب الليبي ان ينتخب هيئته التاسيسيه التي تضع له مشروع الدستور، سواء كان بالعوده الى الدستور 51 او المعدل في 63 او استحداث دستور جديد. كل هذه الامور هي من صلاحيات هيئه تاسيسيه انتخبها بالفعل الشعب الليبي وقررت الا عوده الى دستور 51، سواء كان ال 51 الاصلي او المعدل، وقررت الذهاب الى مشروع دستور اخر هو يعني في اقل احواله هو افضل بعشرات المرات من دستور 51. صحيح هناك الكثير من العيوب، ونحن نقدم برنامج من خلال هذه القناه الموقره نتناول فيها مشروع هذا الدستور بالشرح ماده ماده، وبينا فيه مواطن القصور ومواطن الايجابيه، ولكن لا يمكن ان يقارن بدستور 51 باي شكل من الاشكال. لماذا؟ زد على ذلك، نعم زد على ذلك بان لماذا لا يمكن المقارنه سيد المهدي؟ لماذا لا يمكن المقارنة بين دستور 51 وبين مشروع الدستور الذي أنجز في 2017؟ أولا في باب الحقوق والحريات دستور 51 دستور 2017 صادر عن الهيئة التأسيسية توسع في هذا الباب بشكل كبير وضمن العديد من الحقوق والحريات. أيضا في باب السلطة القضائية نظم السلطة القضائية وفصل بين المجلس الأعلى للقضاء وبين الهيئات القضائية وبين منصب النائب العام وبين المحكمة الدستورية، وأيضا سن نظاما ديمقراطيا بشكل كبير سواء كان في انتخاب السلطة التشريعية والمقسمة إلى مجلس شورى مقسم إلى غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب، بالإضافة إلى رئيس جمهورية ينتخب كل 5 سنوات، وبالتالي هو يعيد السلطة إلى أصحابها الأصليين وهم الشعب الليبي، وبالتالي في كل الأبواب هو أفضل بكثير. أيضا في نظام التشريع، ودعني أكون صريح، نقطة الخلاف الأساسية لدى مجلس النواب لإسقاط دستور 2017 هو أن دستور 2017 ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في حين أن دستور 51 لا ينص على ذلك، ولذلك كانت يعني الكثير من مظاهر المخالفة للشريعة الإسلامية، وكان بإمكان إصدار أي تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية في ذلك الوقت، وهذا ما يحاربه مجلس النواب. وحتى في المفاوضات التي حدثت في القاهرة كان أبرز النقاط التي حدثت فيها الخلاف هذه النقطة، حتى طرحوا إعادة صياغتها بأن تكون مصدر رسمي، وهذه العبارة لا قيمة لها وليس المصدر الرئيسي، مجرد مصدر رسمي، وهذه العبارة لا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. في دستور 51 فقط ينص على أن الإسلام دين الدولة، وهذا انتهت فيه حتى المحكمة العليا المصرية بأن هذه العبارة ليست ملزمة للمشرع لإصدار تشريعات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي نحن نتحدث عن تراجع في مسألة مبدأ الحقوق والحريات، وأيضا في مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. زد على ذلك بأن الشعب الليبي عندما خرج في ثورة 17 فبراير لم يطالب بالعودة إلى النظام الملكي، إنما طالب بإسقاط النظام الدكتاتوري وبناء نظام ديمقراطي جديد يتواءم مع العصر ويتوافق مع العصر في شكل سواء كان في نظام رئاسي أو برلماني، المهم أن يعاد فيه إلى السلطة الشعب. ايضا الشعب الليبي ليس يعني قطيع لكي يتم توارثة من شخص الى شخص، مع احترامنا الى شخص السيد محمد السنوسي والذي يوصف بانه ولي العهد، ولكن ايضا من ناحية قانونية دستور 51 هو دستور ملغي. يعني اذا بنتحدثه من ناحية قانونية، عندما انقلب القذافي على النظام الملكي اصدر اعلانا دستوري، الالغاء في القانون يكون أما إلغاء صريحا أو بإعادة تنظيم من جديد. الإعلان الدستوري الذي أصدره القذافي ألغى بلا شك دستور 51. تقول لي أن الانقلاب أصلا هو باطل، نقول لك صحيح الانقلاب باطل، ولكن هناك فرق بين الشرعية والمشروعية. الانقلاب غير شرعي ولكن مخرجاتها تكون مشروعة ويعمل بها، ولذلك نحن إلى اليوم نطبق القوانين المعمول التي أصدرها نظام القذافي، بل كثير منها نطبقه اليوم. زد على ذلك بأن
بعد ثورة 17 فبراير صدر الإعلان الدستوري، وهذا أعاد تنظيم العملية الدستورية من جديد، وبالتالي حتى لو لم نعترف بالإعلان الدستوري الصادر عن نظام القذافي فهناك إعلان دستوري صدر عن المجلس الانتقالي. زد طيب. على ذلك حتى لو لم نعترف بالإعلان الدستوري وأنه مؤقت وما إلى ذلك، الشعب الليبي انتخب هيئة تأسيسية، وهذه الهيئة التأسيسية وضعت مشروعا للدستور لا ينتظر إلا استفتاء الشعب عليه طيب. والعودة إلى شرعية الشعب. طيب سيد مهدي، طيب التي يجب التمسك بها. ابقى معي سيد مهدي كشبور. سيد أحمد معيوف، يعني هل باعتقادك أن مجلس النواب بعد الهرج والمرج الذي يسود داخل أروقة مجلس النواب وتحت قبته قبول استقالة أعضاء وإنهاء عضوية مجموعة منهم، هناك من يطالب بأن يكون تنفيذ اللائحة الداخلية في مجلس النواب، يعني برأيك يعني هل مجلس النواب قادر على أن ينظر في قضية دستور 51 وسينجز بها شيء، أم أنه سيضعها ستكون هذه المطالبات حبيسة أدراج عقيلة صالح ولن ينظر إليها وستكون عبارة عن شقلبات في الهواء دون أي تنفيذ؟ يعني هو الحقيقة كل الأعمال هذه توصف بالعبثية أكثر، يعني لا أعتقد أنه فقط جهل في دور المجلس الشريعي في إدارة الدولة، وإنما أيضا محاولة من المجلس لعرقلة الانتخابات، لأن احنا القضية الرئيسية الآن المفروض يتم ليبيا والمجتمع الليبي والليبيين هي الذهاب إلى الانتخابات وتغيير المجالس الموجودة الآن والمؤسسات كلها اللي موجودة الآن، لكن الذهاب في الأمور هذه يكثر المهادرات والمحاكاة بين المجالس المختلفة، فهو الحقيقة نوع من العبث، والعبث لا يؤدي إلى نتيجة، وبالتالي لا تتوقع أن ما يقوم به المجلس البرلمان سيؤدي إلى أي نتيجة، زي ما صار في حكومة بشاغة. حكومة بشاغة يعني كانت حجر عثرة في محاولة العودة إلى الانتخابات، وحقق البرلمان هذا الأمر، عرقلت الانتخابات عن طريق تكريس أو إنتاج حكومة أخرى موازية. فهذه المشاكل حقيقة يعني تشعر بأنها مقصودة لأهداف لا تسعى إلى حل مشاكل ليبيا، وبالتالي حتى المطالبة بالفيدرالية، يعني هل ستخدم الفيدرالية ليبيين؟ الفيدرالية في حد ذاتها الحقيقة ليس عيب ولا يجب أن نتخوف منها، ولكن يجب أن تكون مطلب شعبي يتم عن طريق الاستفتاء كما سبق وذكرت. فهذا الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، يحتاج إلى الناس تفهم وتكون واعية بفهم قضية الفيدرالية، والفيدرالية مجربة في عديد من الدول العالم وحققت نجاحات، لكن لا يعني، لكن لماذا الفيدرالية؟ الفيدرالية في طرحها في طرحها بنوايا حسنة تعني هو إعادة أو تسهيل إدارة الدولة حتى لا تكون دولة مركزية زي ما كان في السابق، كل الأمور متركزة في طرابلس، ولغاية الآن الحقيقة ما زال اللي بينشكوا من هذه القضية. فهناك هل الفيدرالية أفضل الأنظمة لتفكيك النظام المركزي أم لا؟ هناك أنظمة مختلفة جدا، يعني نشوف دول ناجحة كبيرة، فرنسا ليست فيدرالية بينما ألمانيا فيدرالية، ودولتين الاثنين يعني ناجحات، فلماذا نختار الفيدرالية ولا نختار أسلوب آخر للتقسيم الإداري للبلد؟ لأن هو في نهاية الفيدرالية هو نوع من التقسيم الإداري، كل دولة تتخذ التقسيم الإداري اللي يتناسب مع المعطيات الموجودة على الأرض. فهل المعطيات الموجودة على الأرض الآن تخدم النظام الفيدرالي أم تخدم الحكومات المركزية؟ هل التقسيم الجغرافي لليبيا يكون عن طريق الأقاليم أم مقاطعات كما تفضل أعتقد دبيبة قلب حجز هيكي، أو محافظات كما أشار الكوني؟ فكل هذه الأمور حقيقة معمول بها، نشوف حتى في دول الجوار مثلا التقسيم الإداري في تونس يعود إلى أكثر من 1000 سنة فاتت، والمعتمد الآن يعتمد في الولاية في التقسيم على أساس ولاية، والولاية بعدين في معتمدية، المعتمدية فيها بلديات، فهذا التقسيم ماشي في جميع أنحاء العالم، وكل العالم يعمل به بناء على إما الحدود الطبيعية بين الأقاليم، إما النشاط الاقتصادي الموجود. فإذا لا يجب أن نخاف من طرح هذه طيب الفكرة. سيد أحمد، دعني أقاطعك لو سمحت، يعني الآن مثل هكذا فكرة
ربما هي فكرة نموذجية ويمكن تطبيقها ومرتقب نجاحها، ولكن أين هي الإرادة السياسية؟ أين هي السلطات التشريعية التي ستؤسس لهكذا نظام؟ يعني الآن قبل قليل كنا نتحدث عن الأمور التي تحدث داخل أروقة مجلس النواب، هناك إقالات، هناك إسقاط عضوية، هناك قبول استقالات عفوا. يعني هل لدينا إرادة سياسية لإنجاز ربما استحقاق دعنا نسميه إذا ما نظرنا إلى المطالبين به؟ هل يمكن أن تحقق مثل هكذا فكرة النظام الاتحادي؟ هو زي ما تفضل ضيفك، يعني قانونيا الحقيقة المجلس التشريعي ليس مجلس تأسيسي، فهذه مش من المهمة. مجرد أنه هو الخوض فيها يعتبر الحقيقة يا أما جهل بالسياسات يا أو عبث. والحقيقة لا أعتقد مجلس القائمين على هذه الأمور هم ناس عبثيين، هم فقط يحاولوا يميعوا العملية السياسية القائمة الآن. لكن لما نتكلم عن الفيدرالية، هي يعني لا تختلف الفيدرالية الحقيقة لأن تؤدي لنفس النتيجة إلى الحكومات المركزية، تؤدي لنفس النتيجة. لو أنك أنت ديتها فيدرالية أو مقاطعات أو متصرفيات أو محافظات، فكل الأمر ينتهي بنفس الشكل. يعني في دولة كبيرة زي الصين مثلا، الصين موجودة عبارة عن مقاطعات، فيها نظام شبه فيدرالي، يعني مش فيدرالية الحقيقة، هم يسموها فيدرالية طبيعية نتيجة أن الاتساع رقعة الصين وتعداد السكان، فأصبحت كل الأقاليم في الصين مستقلة عن الحكومة المركزية وتدير أمورها يعني مثلا المقاطعة في الصين تتبع صح إداريا ليش اسمها للحكومة المركزية، ولكن المدن والمحافظات ضمن المقاطعة نفسها لا تتبع في للحكومة المركزية، هي مستقلة تماما عليها ما عدا بعض المراكز الحالة الكبيرة في الصين. يعني هذا يعني هو التقسيم، ما هو الهدف، ما هو الهدف من الفيدرالية؟ هل الهدف من الفيدرالية هو صح مثلا إلغاء التهميش؟ التهميش كان مقصود من النظام القائم ليش اسمه للحقيقة، لأن عنده عداء شخصي للنظام مع جماعة مع بنغازي، ولهذا حدث ما حدث. والتهميش موجود في ليبيا كلها، يعني في لما تطلع انت من طرابلس للضواحي، الضواحي كلها مهموله، لما فيهاش الميه لا كهرباء الناس تاخذ في ميه، بينما في طرابلس الميه يلوحوا فيها في الشارع يسقوا بها في الشوارع. نفس الشيء يحدث في بنغازي، في المدن المركزيه فهمت تستمتع بكل خيرات الدوله، بينما المدن اللي بعيده عن المركز كلها مهمشه. طيب. ما عندناش احنا الحقيقه بنيه تحتيه في كل الحليب يعني. فاذا كان التهميش هو سبب للمطالبه بالفيدراليه، فهذه الحقيقه كذبه يجب ان نتجاوزها، وانما ان نحسن اداء الدوله عن طريق الغاء المركزيه ومنح المحافظات او الاقاليم او المقاطعات في ليبيا حريه التصرف في ميزانياتها وتوزيعها بتوزيع عادل على ناسها، فهذا امر مطلوب. طيب. نسميه فيدراليه، سميها مقاطعات، سميه اي اسم تسميه مش مشكله. طيب. بس الحقيقه التركيز على الفيدراليه خطير الان، لان الفيدراليه زي ما فيها مزايا فيها عيوب. الفيدراليه الحقيقه الان في ليبيا خطره جدا، لان دعاه الفيدراليه هم اقرب الى دعاه الانفصاليه، يعني هي خطوه للانفصال. طيب. وهذا أمر قد يحدث. نعم. طيب سيد عمار الأبلق، يعني استمعت إلى كل هذه المعلومات التي تفضل بها السيد أحمد معيوف. دعني أضيف على هذه المعلومات بأن الإرادة السياسية قلتها قبل قليل، عقيلة صالح ومجلس النواب هل لديهم القدرة الإدارية أو الإرادة السياسية لاتباع هكذا مطلب؟ يعني تعليق بعض النواب تحدث على أن مجلس النواب ربما له ما يشغله عن هذا المطلب، دعاة الفيدرالية أو دستور 51. هل برأيك سيؤثر ما يحدث داخل مجلس النواب من يعني إسقاط عضوية 9 من أعضائه وقبول استقالة 4، سيؤثر على عمله أم أن الأمر سيان؟ أهلا وسهلا. أعتقد أن خاصة فيما يتعلق بإنهاء عضوية بعض أعضاء الأسباب، فهؤلاء لا منتفعين تماما عن فارق التعامل داخل
الشباب واغلبهم اقل من قناه القياديه الدوله الليبيه من الفرنسا الرئيس ذاتي الى شهر الان تكتب حكومه من قبل لجنه النواب. السيد محمد الان يمارس مهامه في الاتحاد الافريقي، وبذلك هذه كلها خالفت النظام الداخلي واضح، وهو اتفق الان ودخلت وقبلت جانب من السلطه. المجلس دائما مفصول تماما عن السلطه التنفيذيه، وبذلك كيف يستطيع ان يسلم الحكومه المجلس، وايضا سيقوم بمراقبتها، وبعض نوابه وبعض اعضائه يستقبلون الوظيفه تحت السلطه التنفيذيه او في بعض الوزارات وغيرها. هذا اشكال اعتقد بان ما تم في اليومين الماضيين اسقاط عضو مجموعه من النواب هو اساس قانوني، وايضا ربما تاخر بعض الشيء لان توقيع الاستمرار في 2006 كان يمارس السياسي، كذلك السيد علي الكسراني كان ايضا عضو حسن عطايا الاستمرار غيره، بالاضافه الى ان اخرين لم تقول استقالاتهم هم الان اصبحوا وزراء في حكومه السيد اشار نوم السيد الصوح من الحومه ايضا علي السعيدي. وبذلك تعتقد بان مساله اسقاط او قبول الاستقاله هذا لن يؤثر في بشيء، ولكن جانب نعود ما يتعلق وطرح هو النظام الاتحادي او العوده 51. نعم. الامر هذا شائن جدا، وايضا ليس نطاق مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع بعمق اتخاذ راي في راي مثلا حاسم الاعلان او الملكيه والدستور 51، لان المساله تحتاج تعديل دستوري اضافه الى انه هناك هيئه تاسيسيه انتخبت وفق الاعلان وهذا وعنده يحتاج الى استشكال من قبل، ربما لو تم رفض قدره الدستور او فتحت ايضا الهيئه في معالجه امور حتى بعد رفض غير، ربما نحتاج الى مناقشه المسائل، ولكن كما قلت طيب دخلت السابقه لان الموضوع إلى بحث حقيقي إلى مناقشة حقيقية، ربما يستطيع مجلس النواب نعم التواصل مع كل الأطراف الدولية ومع النخب ومع المكونات الاجتماعية في كافة أفرادها، ربما لمناقشة هذا الموضوع فقط هو أو على أفضل نظام يختاره الليبيون، ربما سيكون نظام الاتحادي، ربما تكون الدولة البسيطة مثل ما فيها الآن، ربما أيضا العودة إلى الملكية كنظام حكم، ربما طيب أقدم ليبيا، ربما نظام رئاسي، ربما نظام بنغلاديش، وهذه النظم مختلفة جدا. طيب سيد عمار لم يبقى لدي كثير من وقت هذه التغطية، دعني أتحول لسيد مهدي كشبور. سيد مهدي، يقول لك سيد أحمد معيوف أن هناك من يعتقد بأن الفيدرالية هي الانفصال، ورأينا ذلك في بعض المطالبين بها أمام فندق تيبستي في بنغازي يوم الجمعة الماضية. يعني من يعتقد أن الفيدرالية هي انفصالية وسميوا بالانفصاليين، كيف يمكن أن تؤصل لنا في هذه المسألة؟ نعم، شوف، هي الفيدرالية يعني كما يعرف حتى فقهاء القانون والتجارب السياسية تؤكد ذلك، أنها أما مرحلة من مراحل التحول إلى الدولة الموحدة البسيطة أو أنها مرحلة إلى الانقسام، وبالتالي يعني لا أعرف تجربة في العالم مرت بأن دولة كانت بسيطة ثم تحولت إلى النظام الفيدرالي وبقيت
على النظام الفيدرالي، هي مرحلة من مراحل الانقسام أو مرحلة من مراحل الاتحاد. وبالتالي هذا من ناحية نظرية. من ناحية عملية، النظام الفيدرالي ليس كما تحدث ضيفك الكريم مع كامل احترام لرأيه بأنه نظام نقيض أو على عكس النظام المركزي. لا، النظام الفيدرالي هو شكل من أشكال الدولة وليس تقسيم إداري. بمعنى المواطن الليبي الموجود في مدينة الكفرة مثلا ويبعد 1000 كيلومتر عن مدينة طرابلس ويبعد 1000 كيلومتر عن مدينة بنغازي، إذا ما أقرينا النظام الفيدرالي بشكله الحالي بنظام الولايات الثلاث، ما الذي سيتغير على المواطن الليبي الموجود في مدينة الكفرة؟ لا شيء. وبالتالي لم تنتهي المركزية بهذا الشكل. عكس المركزية هو النظام الإداري اللامركزي الذي يتمثل في قانون 51 لسنة 2012 مثلا، 59 سنة 2012 بشأن الإدارة المحلية مثلا. يطور هذا القانون، يعدل. أيضا مشروع الدستور كفل اللامركزية بنظام إداري متكامل متماسك، يعني يضمن الحقوق و يعني الامتيازات لكل المدن الليبية والمحافظات وما إلى ذلك، بخلاف النظام الفيدرالي والذي يقسم المركزية فقط ولا ينهيها. يعني بمعنى أن بدلا أن تكون هناك مركزية واحدة في طرابلس سوف تكون هناك 3 مركزيات في ليبيا، وهذا لن يخدم المواطن في شيء. المركزية هي ثقافة أكثر منها شكل من أشكال الدولة. وبالتالي حتى لو أردنا أن نستعمل النظام الفيدرالي لإنهاء المركزية، إذا لماذا نذهب إلى النظام 3 ولايات طالما هؤلاء يدعوا بأن النظام الفيدرالي هو ينهي المركزية؟ إذا فليوسع الولايات ولا تكون فقط 3، فلتكن 10، فلتكن 20 ولاية. يعني مثلا هنا في تركيا أكثر من 63 ولاية. يعني الأمر هو ما هو إلا وسيلة. أنا في رأيي الشخصي أن هذه المطالبة بالفيدرالية هي مجرد ابتزاز للشعب الليبي، هذا من ناحية. طيب. من ناحية أخرى، من يطالب بالفيدرالية أو المركزية ليسوا إلا قلة، وإلا المشروع الدستور الذي وضع في مدينة البيضاء في يعني في قلب المطالبة بالفيدرالية. طيب. خرج من مدينة البيضاء وانتخبه الشعب الليبي على غرار هيئة التأسيسية لجنة 60-20 من كل إقليم كما طالب الفيدراليون. وعندما يعني تم الاستجابة لكل مطالبهم وخرجت مصوبة الدستور توافق مطالبهم، أصبحوا يعني يدعو إلى رفضها وما إلى ذلك. إن كانوا صادقين فليدعوا إلى استفتاء للشعب. طيب. سيد مهدي. إذا كان أهلنا في المنطقة الشرقية يطالبوا بالفيدرالية فل يعني فليمارسوا حقهم، حق تقرير المصير. طيب سيد مهدي. سيد مهدي. أعتذر منك لضيق الوقت، قاربت على انتهاء هذه الحلقة. سيد أحمد معيوف في نصف دقيقة، لماذا ثقافة الاستفتاء ليست من أجندة السياسيين والمسؤولين في ليبيا؟ مجلس النواب في طبرق رفض رفضا قاطعا ضمنا أو بشكل ضمني ثقافة الاستفتاء، لماذا؟ بعجالة لو سمحت. للأسف يعني هذه حتى لا يسرق يعني ليس حتى لا يسرق القرار منهم، لأن السياسيين إذا كان الغوا الاستفتاء معناه القرار أصبح بيديهم وبالتالي الشعب حرم. لكن غير تعليق على ما تفضل به المهدي، أنا أتفق معه. أنا أقصد الغايات، هي غايات النظام الفيدرالي. نعم. وغايات الدولة المركزية هي واحدة، اللي هي تحسين إدارة الموارد الدولة. لكن طبعا الفيدرالية فيها عيب انها حكومتين، انت عندك حكومة مركزية وحكومة مستقلة في الاقليم او في القطاع. نعم. بس مرة ثانية الاستفتاء الحقيقة يعني احنا شفنا. طيب. من التجارب حتى البرلمان نفسه ما يصيرش احيانا التصويت على القرار اللي تتحدد، تأخذ بشكل عصابة. نعم. تقر شيء معين ويمر، يعني طيب. حتى داخل البرلمان نفسه تلتغي فكرة الاستفتاء. طيب. وفكرة التصويت على القرار. طيب. نعم. أعتذر منك سيد أحمد، انتهى وقت هذه التغطية. الكاتب والمحلل السياسي من لندن أحمد معيوف،
كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا الخبير القانوني السيد مهدي كشفور، كنت معي من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. كما أشكر السيد عمار الأبلق عضو مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، أشكركم أنتم أيضا على متابعة هذه التغطية الإخبارية التي قدمتها لكم من قناة التناصح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.